تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي الأستاذ فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي خادم الحرمين الشريفين، يتشرف الآن بأداء القسم عبر الاتصال المرئي أمامكم حفظكم الله معالي الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل عقب صدور أمركم أيدكم الله بتعيينه وزيرا للصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص.